تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بإصدار مرسوم ملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 361 نزيلاً محكومين في قضايا مختلفة بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم ويأتي العفو والإفراج عنهم بمناسبة الأعياد الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح وذكرى تولي حضره صاحب الجلاله الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم وذلك جريا على عاده جلالته الكريمه وحرصه على اتاحه الفرصه لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركه في مسيره البناء والتقدم